بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بعد غياب 3 ايام كنت بدور في الميديا على اخبار برشلونه وايه الجديد، وهل كومان فعلا مستمر علشان خاطر مش معانا الشرط الجزائي اللي هو 13 مليون بتاعت حاله فسخ التعاقد معاه، واحنا هنكمل بكومان بس عشان خاطر ما معناش في الخزنه فلوس كفايه تخلينا ان احنا نمشيه ونروح نجيب مدير فني مكانه. لقيت برضو ان لسه فكره ان احنا عندنا رئيس نادي عايز يرجع بيب جوارديولا بعد ما يشوف الفاينل في الابطال هيرس عليه. السيتي خد البطوله، راح يتكلم معاه يقول له انت وصلت لكل حاجه ممكن تعملها مع السيتي. السيتي خسر البطوله، قال له ما تيجي تحاول عندنا يا بيب. وبعد ما عرف ان فكره بيب جوارديولا دي فكره فاشله من البدايه، قال لك بص يا جماعه احنا هنكمل برونالد كومان، مع انه ما كانش من اسبوع هو المدرب المفضل عند السيد خوان لابورت. وتعالى نتكلم في حته لابورت. بصراحه انا من ضمن الناس اللي ما كنتش محبس فكره ان خوان لابورت ينجح. ذهبي، عمل تاريخ، عمل طفره في تاريخ النادي، بس مش معنى كده انك هتنجح في الولايه الثانيه وتعمل نفس اللي انت عملته الولايه الاولى. ليه بقى؟ لان يوهان كرويف مات، وكمان بيب جوارديولا مش موجود في القطاع، وكمان ما عندكش ميسي ولا عندك تشافي ولا نيستا. يعني انت عندك ايكون كان بيحركك دلوقتي مش موجود اللي هو كرويف، عندك مدير فني شاب مش موجود برضه في اللمسيه تحت، عندك اللمسيه نفسها ما فيهاش لعيبه كويسه. ده معناه ايه؟ انك كل الافكار بتاعتك كمحب للكيان وكمحب للكتالان وكل ما يخص كاتالونيا ما بقاش متاح اي حاجه بالنسبه لك في الادوات اللي انت بتحبها انك تنجح بيها. ايه بقى المتاح؟ انك يبقى فيه اموال. وللاسف الشديد اللي بيحصل في برشلونه دلوقتي بيقولوا انه مفيش اموال خالص، احنا بنجيب صفقات فري. اجويرو ماشي يا عم، متفق معاك على اجويرو، قلت لك 7000 مره متفق على اجويرو، متفق على ديباي، مش متفق على فينالدوم، مش متفق على إيريك جارسيا اطلاقا، مش متفق مع استمراريه رونالدو كومان. بس برضه ارجع افكر، ده اللي انا كنت متوقعه، كنت عارف ان لما يجي خوان لابورت مش هيبقى فيه فلوس، عشان كده كنت عايز فيكتور فونتا، لان كنت شايف ان راجل اعمال هيضخ فلوس في النادي، والنادي محتاج فلوس. النادي مش محتاج مشاريع، النادي محتاج فلوس حاليا، لان حاليا مفيش اي حاجه خالص، انما المشاريع هتيجي مع الفلوس، لانك لما يبقى معاك فلوس هيبقى متاح بالنسبه لك انك تغير مدير فني وتروح تجيب مدير فني وتجيب صفقات. انما انت دلوقتي معكش فلوس، فده معناه ايه؟ انك هتكمل بالمدير الفني وتلعب السنه الجديده، وبعد ما السنه الجديده تخلص يحلها ربنا بقى، احنا قاعدين 6 سنين في الاداره، نطلع موسم صفري، نطلع موسم كارثي، النادي قيمته السوقيه تفضل تقل 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 لحد ما الجمهور ما خلاص يبقى عارف ان اخرتها وضحت بالنسبه لنا، ونقعد مستنيين لحد فتره خوان لابورت بعد سنتين ثلاثه نشوف الراجل هيعمل ايه وما نحكمش عليه. لا، احنا كنت عايز من بدري كده نجيب فيكتور فونت، الراجل 250 300 مليون هيتضخوا في النادي، نجيب ماركاتو محترم، نجيب مدير فني محترم، نمشي لعيبه. انما احنا رحنا جبنا واحد حب الكاتالان، فخر الكاتالان، اهم حاجه بالنسبه له استمرار بيكي وبوسكيتس وسيرجيو روبرتو عشان هم من علامات الكاتالان في الفريق بس. بجد والله هو ده التارجت بتاعنا. وكمان ايه؟ راح جاب جود كرويف. والله هو جود كرويف برضه، يعني شوف راح لبيب جوارديولا في الاول بعد النهائي، وكمان دلوقتي رجع لجود كرويف بينفذ التجربه هي بالحرف. شويه تاني هيرجع لما سايق الاقيها فاضيه. عشان تعرف ليه انا كنت ضد الراجل ده، مع احترامي لكل تاريخه، مع احترامي لكل الطفره اللي حققها، بس معروفه ان الطفره بتتحقق مره واحده بس، مش لازم كل حاجه انت عملتها في اول تجربه ليك تنجح تاني تجربه، طبيعي جدا انك بتفشل في التجربه الثانيه. بس المشكله بقى بالنسبه لنا ان احنا كنا وصلنا لمرحله ان اي حد يجي مكان بارتيمو ينجي، المهم ان احنا نخلص من هذا بارتيمو. في الناحيه الثانيه بقى ريال مدريد زي ما قلت لك برده زيدان عطى المسج، والمسج وصل للمدربين الكبار، وبيريز برده المسج وصل له كويس. الراجل راح دور على مدير فني محترم يقضي بيه السنه، قال لك انشيلوتي التجربه بتاعته مع ايفرتون يعني ما نجحتش قوي، ما وصلوش دوري ابطال اوروبا اللي كان تارجت بالنسبه لايفرتون. تقدر تقول كده ان هم يعني فنشوا في مركز محترم، بيتكلموا على اوروبا ليج بس خلاص يا معلم، هم تقريبا خسروا اوروبا ليج. بص، وانا اخر اسبوع بصراحه ما تابعتش ايفرتون عمل ايه في النتائج، لان ايفرتون تقريبا كده نزل تحت ارسنال، فايفرتون تقريبا خسر كل حاجه. فحته ان انت تروح تجيب مدير فني لمجرد بس انك تقضي بيه السنه هي زي اللي بيعملوه عندنا. فده معناه ايه يا صديقي؟ ان برده مفيش ماركاتو، وان هم مكملين بكارل انشيلوتي اللي لما دوروا في المرتبات، لان كارل انشيلوتي هياخد 6 مليون كارل هياخد 6 مليون في السنه، عكس كونتي اللي طلب 20. يعني احنا كده بنصلي على النبي بنفسحها لاتلتيكو مدريد، اللي هو برشلونه بيلوش، ريال مدريد بيلوش، ده رزقك بقى يا عم سيميوني، رزقك انت وسواريز، انتوا غلابه كده ويتامى وتستاهلوا كل الخير اللي انتوا فيه واللي انتوا كمان هتبقوا فيه، لان لو اتلتيكو سيميوني فريق محترم ياخد الدوري السنه الجايه ومغمض، ده وش يا اسطى كده من الاخر. يعني لا ريال ولا برشلونه بالوضع الحالي والمزري اللي هم فيه ده ينفع انك تتكلم حوالين ان هم السنه الجايه بالنسبه لهم هتكون مضيئه ودوري ابطال ودوري والكلام ده. لا، احنا كده اتعشت يابا، احنا هنسلم الدوري السنه الجايه لسيميوني علشان خاطر يبقى عمل اول حاجه في تاريخه مره، اللي هو خد دوري مرتين ورا بعض، ودي حاجه سيميوني هيفرح بيها جدا والله، بيخدم احنا على سيميوني باللي بنعمله ده. لو عجبك الفيديو خدم عليا برده واعمل له لايك، او لو ما عجبكش خدم عليا برده واشتمني، في الحالتين لازم تقول رايك، لان ما ينفعش انك تبقى معدي كده، عيب يا راجل، عيب والله كده يا معلم، انت نورتنا في